لا يقرأ في المطولات في التفسير، يقرأ مختصر تفسير ابن سعدي بس. يعني في تفسير من بلم يعني أو تفسير لم لم ليك تفسير أسعد. لا يبحث إلى التفسير المطولة. يعني تفسير لم لم جاي لم تبين. تفسير مختصر. أو بكسر وكسر وطنين. هذا الذي يعني الواجب عليه. نيجو سنتي هو جنب دم. لو تعلم اللغة العربية أفضل. لأن هو ينفع سارة بلوة كور. لكن لا يترك تفسير السور اللي يقرأها يحفظها. يعني إن كان ين تفسير لك سورة سنتين ثم جنب دم. نعم.